السلام عليكم. درت هذا الفيديو من أجل مراجعة المذكرة الأخيرة، المذكرة الوزارية رقم 8021، واللي كتحتوي بيان سور على تعديلات جوهرية جدا تمس كل المستويات وكل المسالك، المسلك الابتدائي والمسلك الإعدادي والمسلك الثانوي. فيما يخص الفيديو ديال اليوم غنراجع معكم، فقط سأقوم فقط بمراجعة المسلك الإعدادي نحاول نوقف على التعديلات. الفيديو راه غيكون فيه جوج ديال الاجزاء، الجزء الاول راه كيخص كاع المستويات، الاولى اعدادي، الثانيه اعدادي، والثالثه اعدادي، والجزء الثاني كيخص فقط الثالثه اعدادي، هو اللي كيبان ليا وقعت فيه بزاف ديال التغييرات. نبداو بالجزء الاول اللي كيخص جميع المستويات. دونك راه جميع التعديلات ولا التحليلات راه جبتهم من المذكرة الوزارية، راه غتلقاوها في صندوق الوصف. نبدأ بأول تعديل، هو إضافة ما يسمى بالفروض الموحدة. حنا اللي كنعرفه هو أنه كاين فقط فروض العادية ولا ما يسمى بالفروض الصفية اللي كنعرفو. مثلا حنا عندنا في علوم حياة الأرض كاينين جوج فروض في كل دورة، الدورة الأولى كيكون فيها جوج فروض والدورة الثانية كيكون فيها جوج فروض. الجديد هو هاد الفروض الموحدة. دابا الكلمة ديال الفرد هي اللي كتعطي واحد النوع من الارتباك، شنو هو فرد وشنو الفرق ما بين هاد الفرد والفروض الصفية العادية. في الحقيقة ما عرفش الوزارة علاش اختارت السمية ديال الفرد، في الحقيقة خصنا نسميه موحد ولا امتحان الموحد. انا بحال اللي قلتي موحد، وهاد موحد حنا اللي عارفين هو امتحان الموحد المحلي اللي كيكون في الثالثة إعدادي في الدورة الأولى، وامتحان الجهوي اللي كيكون في الدورة الثانية. دابا غيولي فرد موحد ولا امتحان موحد في كاع المستويات، يعني الأولى إعدادي غيكون عنده موحد، الأولى والثانية إعدادي حتى هما، والثالثة إعدادي. والجديد الآخر هو أنه غيكون في كل أسدس. مثلا إلا خدينا الأولى إعدادي فغيكون عندهم جوج ديال الموحدات أولا فرد موحد، فرد موحد في الأسدس الأول وفرد موحد في الأسدس الثاني، نفس الثانية بالنسبة للثانية إعدادي ونفس الحالة بالنسبة للثالثة الإعدادي. إضافة الثانية واقتصار الفروض الموحدة على المواد الأساسية اللي هما خمسة ديال المواد، العربية والفرنسية والمواد العلمية اللي فيهم ثلاثة، فيهم الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات. هادشي شنو كيعني؟ هادشي كيعني باللي كاع المواد الأخرى اللي اعتبراتهم الوزارة لي سب مواد أساسية اللي هما اجتماعيات، تربية إسلامية، تربية البدنية، إنجليزية، وبعض المواد الغير معممة بحال التكنولوجيا والتربية الأسرية وغيرهم، هادو ما غيكونش فيهم فروض الموحدة، هادو غنتعاملوا معاهم كما السنوات الفارطة غيكون فيهم فقط الفروض الصفية، الفروض العادية. بينما هاد المواد الأساسية، هاد المواد بخمسة غيكون فيهم الفروض، غيكون فيهم فروض الموحدة او اللي قلنا حنايا الموحد. الاضافه الثالثه هو تحديد نسبه الفروض الموحده عند حساب المعدل السنوي في 50%. هادشي شنو كيعني؟ كيعني بلي الوزاره راه عطات واحد الاهميه كبيره لهاد الفروض الموحده، ولات النسبه ديالها مكافئه للنسب ديال الفروض العاديه. نعاود ناكد، راه هاد الفروض الموحدة راه ما كتمش جميع المواد، راه فقط المواد الأساسية اللي هما خمسة، العربية والفرنسية والمواد العلمية، الرياضيات، العلوم حياة الأرض والفيزياء. هاد المواد فيهم جوج ديال الفروض، قلنا الفروض الصفية اللي هما العادية، والفرد الموحد اللي هو امتحان موحد ولا سميه كما بغيتي. باش نفهمه، إلا خدينا كمثال مادة العلوم حياة الأرض، مادة العلوم حياة الأرض فيها جوج فروض، الدورة الأولى جوج فروض والدورة الثانية جوج فروض، هادو فروض الصفية. وتزادت الوزارة دابا الفرد موحد، بمعنى غيوليو عندك خلال الدورة، حتى في الدورة الأولى ما غيبقاوش عندك جوج فروض، غيوليو ثلاثة ديال الفروض، جوج فروض صفية والفرد الموحد. والنسبة فين كتبان الأهمية ديال الفرد الموحد؟ كتبان الأهمية ديال الفرد الموحد مني غنجيو نحسبو المعدل العام ولا المعدل السنوي. دابا نعطيو كمثال أنك مدوزتيش الفروض الصفية، دوك الفروض الأولى مثلا في علوم حياة الأرض، ما حضرتيش الفرد الأول، ما حضرتيش الفرد الثاني، عندك فيهم صفر، ولكن حضرتي الفرد الموحد
وجبتي في هذاك الفرد الموحد 20، مني غنجيو نحسبوا لك المعدل شحال غادي تجيب؟ غتجيب 10. علاش؟ لان هذاك الفرد الموحد ولات النسبه ديالو 50%، وهي واحد النسبه كبيره بزاف. ها، وبالتالي يقدر يعوض لك كاع النقاط ديال الفروض الاولى، الفرد الاول والفرد الثاني. هنا باش تعرفوا الاهميه ديال هذا الفرد الموحد، وخاص التلاميذ يخدموا عليه بزاف. اكيد هذا فقط مثال تبسيط، ماشي دعوه لمقاطعه الفروض الصفيه. الملاحظه الثانيه هو ان هذه الفروض راه ينجز خلال كل دوره. راه هذه ديجا قلناها، يعني في الدوره الاولى غيكون عندك فروض صفيه وفرد موحد، والدوره الثانيه كذلك غيكون عندك فروض صفيه والفرد فرد موحد. دابا نشوفوا التعديلات اللي غتوقع في السنه الثالثه اعدادي كطريان. باش نفهموا التعديلات اللي غتوقع في السنه الثالثه اعدادي، خصنا نفهموا الوضع السابق. كيفاش شحال هادي كنا كنحسبوا المعدل العام باش ناخذوا قرار واش هذاك التلميذ غادي ينتقل للثانوي التاهيلي ولا للاسف غادي يكرر السنه. باش نحسبوا المعدل العام كنا كنحتاجوا ثلاثه ديال النقاط: معدل ديال المراقبه المستمره، وهذا منين كناخذوا من الفروض اللي كيجتاز التلميذ خلال السنه، كيكون فروض ديال الدوره الاولى والفروض ديال الدوره الثانيه، هذوك هما اللي كيعطوني المراقبه المستمره النسبه ديالهم هي 30%. وكاين عندي امتحان ديال الموحد المحلي، هذا كيدوزو التلميذ في نهايه ديال الدوره الاولى والنسبه ديالو حتى هو 30%، وتا هو هذا الامتحان الموحد كيجتاز فيه جميع المواد، المواد كلهم كيدوز فيهم الامتحان. وكاين عندي الامتحان الجهوي واللي كيكون في نهايه الدوره الثانيه، وكيكون جهوي على صعيد الجهه ككل، كيقدر التلميذ يدوز يا اما في المدرسه ديالو يا اما كينتقل شي مدرسه اخرى، وهذه النسبه ديالو 40%. اذا هذا هو الخلاصه ديال طريقه الحساب ديال المعدل السنوي في الثالثه اعدادي. وهذا دوك الاحتساب معدل السنوي كنحتاجو مراقبه مستمره 30%، امتحان المحلي 30%، وهادو بجوجهم كيشكلوا 60%، والامتحان الجهوي اللي كيشكل 40%. ودابا غادي نشوفوا التعديلات والتغييرات اللي وقعت على هذا القسم. انا وراه خديت هذا الجدول، راه خديته من المذكره اللي خرجت الوزاره، وراني قمت بتلخيص التغييرات في عده عوارض. هنا فيما يخص الدوره الاولى، عندنا استبدال موحد امتحان موحد المحلي بفروض المراقبه المستمره الموحده. هنا بدلوا السميه، مبقيناش كنهضروا على موحد محلي كما السنوات الفارطه، ولكن بدينا كنهضروا على فرد موحد. ثاني حاجه، واقتصار الفروض الموحده على المواد الاساسيه: عربيه، فرنسيه، رياضيات، علوم الحياه والارض، وعلوم فيزيائيه. هذاك الفرد، الفرق ما بين الفرد موحد وامتحان الموحد هما المواد. في الامتحان الموحد المحلي اللي كان السنوات الفارطه كانوا جميع المواد كيجاز فيهم التلميذ الموحد. حاليا الفرد الموحد غيكون فقط في المواد الاساسيه اللي هما العربيه، الفرنسيه، والرياضيات، وعلوم الحياه والارض، وعلوم فيزيائيه. الملاحظه الاخرى هو ازاله باقي مواد من الفروض الموحده اللي راه قلناها، دوك التربيه الاسلاميه، الاجتماعيات، الانجليزيه، المواد الغير معممه بحال التربيه الاسريه والتكنولوجيا، كلهم هادو تحيدو، ما غيكونوش في هذاك الفرد الموحد. الملاحظه الاخرى هو جمع بين ماده علوم الحياه والارض والعلوم الفيزيائيه. هنا الى لاحظتوا كاين هنا دايرين اللغه العربيه الراسه، اللغه الفرنسيه الراسه، الرياضيات الراسه، ولكن ملي جاوا العلوم الحياه والارض والعلوم الفيزيائيه ما قسموهمش، داروهم في خانه وحده. هادشي شنو كيعني؟ في الغالب غيكون فرد واحد غيكون فيه علوم الحياه والارض والعلوم الفيزيائيه اللي بجوجهم المعامل ديالهم واحد، بمعنى ما كيكونوش مكافئين المواد بثلاثه الاخرى. نقدروا نقولوا ان المواد الاساسيه هي العربيه، الفرنسيه، والرياضيات، ونعتبروا العلوم الحياه والارض وعلوم الفيزياء في هذه الحالات ممكن نعتبروها مواد ثانويه. الدوره الثانيه موقع فيها حتى تغيير،
دونك غيكون امتحان غيكون دوز الفروض عاديين بحال السنوات الفارطة، وفي النهاية ديالو غيكون امتحان جهوي. التغييرات الأخرى كانت في النسب، في احتساب معدل العام تغيروا النسب بشكل كلي. أشنو داروا؟ المراقبة المستمرة غتولي النسبة ديالها غا 25%، شحال هادي كانت النسبة ديالها 30%، والفرد الموحد غتولي النسبة ديالو 25%، شحال هادي الموحد المحلي كانت النسبة ديالو 30%، دوك نقصات النسبة ديالهم بجوجهم، وزادوا في النسبة ديال الامتحان الجهوي. الامتحان الجهوي غتولي النسبة ديالو 50%. وهادشي شنو كيعني؟ كيعني بلي الامتحان الجهوي جد 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 مهم في القسم الإشهادي، هو اللي غيحدد في الأخير المصير ديال داك التلميذ، واش غادي يقدر ينجح ولا للأسف يكرر السنة. والتغييرات الأخرى اللي قلناها راه ديجا هضرنا عليهم. دوك هذا بصفة عامة الخلاصة. دوك الوضع السابق كانت المراقبة المستمرة كدوز فيها كاع المواد نسبة ديالها 30%. الوضع الحالي المراقبة المستمرة باقي كدوزو فيها كاع المواد، كلهم غدوز فيهم فروض، ولكن النسبة ديالهم انخفضت ولات 25%. الامتحان المحلي شحال هادي كانت النسبة ديالو 30%، وكاع المواد كتجتاز فيهم امتحان محلي. حاليا لا، بدلو امتحان محلي بالفروض الموحدة ولا الفرد الموحد، والنسبة ديالو نقصات ولات 25%. وثاني حاجة، مابقاش التلميذ غيدوز الفرد الموحد في كاع المواد، بينما فقط في المواد الأساسية اللي هما العربية والفرنسية، الرياضيات، علوم الحياة والأرض، وعلوم فيزيائي اللي قلنا غيكون في الغالب فرد واحد. والامتحان الجهوي باقي هو موقع فيه تتغيير، فقط تم تغيير من حيث النسبة، شحال هذه كانت النسبة ديالو 40%، وحاليا ولات النسبة ديالو تقريبا 50%. بمعنى راه يكون هو المحدد الأساسي النجاح ولا رسوب هذاك التلميذ. وشكرا على المتابعة، وكنتمنى أنكم تشاركوا في القناة. القناة ديالي خاصة بدروس ديال مواد علوم الحياة والأرض بالفرنسية للسلك إعدادي.